توتو ميركاتو ونختم مع صلاح بقى، توتو ميركاتو انا كنت بكلمكم امبارح انه ماسيليانو اليجري المدير الفني لليوفي اعلن صراحه انه بيتمنى انه صلاح يلبس تيشرت اليوفي الموسم اللي جاي، لكن الحقيقه توتو ميركاتو قال انه من الصعب جدا تحقيق حلم اليوفنتوس وخصوصا انه التقارير اللي طالعه من لاجازيتا ديل سبورت الايطاليه قالت انه ليفربول في يعني استعداد عندهم انهم ممكن يفكروا في ترك محمد صلاح بس طبعا ده هيبقى مقابل في, في مقابل مادي كبير جدا لكن ده مش هيتناسب مع سياسه اليوفي في الوقت الحالي الموضوع ممكن يبقى اكثر تعقيدا وخصوصا انه صلاح حاليا بياخد 11 مليون يورو صافي سنويا ورغم كده بيطمع طبعا انه في, في مفاوضاته مع التجديد الرقم يكون اعلى من كده في حين ان اليوفي او اداره اليوفي حددت سقف رواتب للعيبه بحوالي 7 مليون يورو وابرزهم طبعا الصفقه الاخيره فلاهوفيتش اللي انضم مؤخرا من فيورنتينا عشان يكون صاحب العقد الاعلى في اليوفنتوس كمان يمكن يوفي بيفكر اكتر انه عندهم في الكالتشو موضوع الاعفاءات الضريبيه الممنوحه على عمليه انتقال او شراء اللعيبه من الداخل وده طبعا ما ينفعش يعني مع صلاح لان صلاح في الوقت ده هيكون جاي من انجلترا وكمان النقطه الاخيره اللي ممكن تكون حاسمه فكره عدم انتقال صلاح ل اليوفي فكره انه سياسه اليوفي دلوقتي بيشتغلوا شويه من مدرسه مختلفه عن زمان زمان كانت ايطاليا بتصرف يعني ببذخ شديد جدا على 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 الصفقات وعلى الانديه وكان اهم نجوم العالم واكبر الاسماء لازم تكون بتاع في ايطاليا وبتاخد اعلى مقابل مادي ده ما حصلش تغيرت اتغيرت الدفه وبقت اكتر رايحه لانجلترا ومن بعدها يمكن اسبانيا لكن سياسه الانديه الايطاليه عموما واليوفي خاصه انه يختار الانديه او يحط عينيه على المواهب الصغيره الشابه اللي ممكن يستثمر فيها ويقدر يبيعها بعد كده ويكسب فيها فلوس وده برضه بيتنافى مع مبدا التعاقد مع صلاح عشان كده فرصه صلاح في اللعب اليوفي تكاد تكون معدومه. كلام اكتر في السد...